إذن مشاهدينا في هذه اللحظات يصل عامل الإقليم وشخصيات مدنية وعسكرية للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية بقلعة سراغنة للمشاركة لاحتفال بيومها العالمي. إذن كما كتب معنا مشاهدي قناة شوف تباب هذا البث المباشر من القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بحضور عامل الإقليم وشخصيات مدنية وعسكرية. بالنسبة للموت 2019 36
Je te compare les arts, une semaine. Des blessés. Une blessée grave. Une semaine de temps à venir pour soi. Maintenant, ce qu'on dit au lèvre, c'est pour appeler sur le sauvetage. Quand on a un problème à travers la coordination avec les autorités, on a les services sécurité, je te diminue. يعني تقليل من هذا الريسك. هذا هو الريسك الفرنسي اللي درت ستيك ديال البياض اكيد بالنسبة للستاتستيك اللي هما ديال الجنوية نتقلنا من 2017 من 42 حاليا والله وصلنا دابا 14 كاين واحد ديال الريسك دابا خصنا نديرو البيلان ديال الزاكسوني ديال الاكتياسي اللي درنا مع الفلاحة بانه البروتكشن إذن كما كتب معنا مشاهدي قناة شوف تيفي من القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بقلعة سراغنا احتفالا بيومها العالمي مشاهدي قناة شوف تيفي حضور عامل الإقليم وشخصيات مدنية وعسكرية في هذه الاحتفالات مشاهدينا كما كتب معنا على المباشر. تحية كبيرة والعناصر الوقاية المدنية مشاهدي قناة شوف تيفي تخليدا ليومها العالمي فعلى المباشر احتفالات بالقيادة الإقليمية بقلعة سراغنا مشاهدي قناة شوف تيفي كما قلت بحضور عامل الإقليم وشخصيات مدنية وعسكرية في هذه الاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. السيد عام الإقليم قلعة السراغنة، السيد الكاتب العام، السادة النواب البرلمانيون، السادة الرؤساء المجالس والجماعات، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة الرؤساء المصالح العسكرية والأمنية الإقليمية، السادة رؤساء المصالح الخارجية الإقليمية، السادة ممثلي المجتمع المدني وممثلي المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية، السادة الحضور الكريم كل باسمه وصفته. أيها الحضور الكريم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية الذي يتزامن مع فاتح مارس 2024، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد الوقاية المدنية تابعين للقيادة الإقليمية لقلعة السراغنة، يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم على الحضور لفعالية الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية. السيد العامل المحترم، أيها الحضور الكريم، لقد اختارت المنظمة الدولية للحماية المدنية كشعار الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية التقنيات الوقاية المدنية لهذه السنة، التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية، وذلك لما شهده العالم في الأواني الأخيرة من تقدم ملحوظ في التكنولوجيا
التي تمكن من تعزيز كفاءة وفعالية عناصر الوقاية المدنية وتحسين قدراتهم على مواجهة الكوارث وحماية المواطنين بشكل أفضل، إذ يوفر البحث العلمي في مجال التكنولوجيا للفاعلين في مجال الوقاية المدنية حلولاً مبتكرة تسمح بتحسين الاستجابة أثناء حالة الطوارئ، ومن أجل إنجاز المهام الإنسانية المنوطة بها على أفضل وجه. تستعين مصالح الوقاية المدنية بأحدث الوسائل التكنولوجية في مجال رصد الأخطار والتأهب للكوارث، على سبيل المثال للحصر أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المدمجة في شاحنة مركز القيادة المتنقل لتنسيق التدخلات في حالة الطوارئ في المناطق المعزولة التي لا تغطيها الشبكات الأرضية والطائرات بدون طيار أو الدرون، المستخدمة في البحث والاستكشاف في المواقع التي يتعذر الوصول إليها لا سيما أثناء حرائق الغابات والانهيارات، وجهاز سونار متعدد الحزم لتحديد مواقع الغرق المحتملين أثناء تحس الماء، بالإضافة إلى وسائل أخرى مجهزة ببرمجيات الجيل الجديد كنظم المعلومات الجغرافية. فالتقنيات المبتكرة في مجال البحث العلمي تستجيب للتحديات الرئيسية للوقاية المدنية في مجال تقييم المخاطر والوقاية والإعداد والاستجابة، إذ تمكن هذه الأجهزة من تحسين قدراتها من أجل الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والحوادث المختلفة، مما يضمن مستقبل أكثر أماناً ومرونة واستدامة للأجيال القادمة. سيد العامل المحترم، أيها الحضور الكريم، إن الهدف الرئيسي من وراء اعتماد يوم عالمي خاص بالوقاية المدنية من طرف المنظمة الدولية للحماية المدنية، إضافة للتنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الوقاية المدنية في الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من الأخطار والكوارث الطبيعية والحوادث البشرية المختلفة، هو تذكير وحث للدول بشكل مستمر بضرورة إيلاء الاهتمام الكافي بالوقاية المدنية والعناية بها وتوجيه الدعم اللازم لها لكي تقوم بدورها الحيوي والنبيل على أتم وجه. فأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات جليلة للمجتمع تظهر بشكل خاص خلال الأزمات والكوارث الكبرى، خصوصا تلك التي تحدث دون سابق إنذار وتسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهنا نستحضر زلزال الذي عرفته منطقة الحوز في شتنبر الماضي، والذي أودى بحياة الآلاف من الضحايا وخلف خسائر مادية جسيمة في المباني والممتلكات والبنيات التحتية، إذ أن مصالح الوقاية المدنية إلى جانب القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطة والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والأطقم الطبية وغيرهم من المتدخلين، كانت من بين الأجهزة الفعالة في مواجهة تلك الكارثة الطبيعية، وكان لها دور حاسم في عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم والمساعدة والإيواء للمنكوبين والتخفيف بذلك من حدة الكارثة للمتضررين. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تقلبات المناخية الأخيرة وموجات الحر والبرد الناتجة عنها وما تخلفه من كوارث، أصبح تطوير جهاز الوقاية المدنية أكثر من أي وقت مضى أمرا ملحا ومن الأولويات القصوى، نظرا لانعكاساته الإيجابية على أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب استغلال ودمج التقنيات المبتكرة في إدارة المخاطر والكوارث استجابة لتوصيات المنظمة الدولية للحماية المدنية، مع تضافر جهود جميع المتدخلين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التدبير الأمثل للكوارث والحد من آثارها. هذا دون أن ننسى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والتقدم الحاصل في مجال تدبير الكوارث في بلادنا،
فإن الأمر لن يكتمل بدون نشر ثقافة الوقاية من الأخطار والكوارث وتكثيف البرامج التحسيسية الموجهة للمواطن لحثه على تغيير سلوكه تجاه المخاطر واتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع الحوادث اليومية المختلفة. السيد العامل المحترم، أيها الحضور الكريم، كما جرت العادة فإن المديرية العامة للوقاية المدنية تفتح أبواب جميع وحداتها الترابية عبر المملكة في فاتح مارس من كل سنة في إطار استراتيجيتها التواصلية مع المواطنين، وهي مناسبة لترسيخ ثقافة التعامل مع المخاطر لدى المواطنين وتشجيعه ليكون فاعلا في الحفاظ على سلامته الشخصية عبر تنظيم مناورات تتعلق بالتدخلات والإنقاذ والإغاثة وكيفية إطفاء الحرائق وتقديم ورشات في الإسعافات الأولية ومعرض للوسائل اللوجستيكية والمعدات المستخدمة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى عرض حصيلة أهم التدخلات المسجلة سنويا من طرف مصالح الوقاية المدنية. كما تقوم هذه المصالح بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة بهم مع عرض أشرطة تحسيسية وتوزيع منشورات ومطويات تحتوي على تعليمة السلامة اللازمة لتفادي بعض المخاطر المرتبطة بالحياة اليومية للأشخاص. سيد العامل المحترم، أيها الحضور الكريم، نجدد شكرنا على الحضور وعلى العناية الخاصة التي ما فتئتم تولونها لهذه الهيئة وعلى الدعم الذي نلمسه من جنابكم في مختلف المناسبات، مؤكدين على الاستعداد التام والتأهب المستمر لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية والحوادث اليومية المختلفة، وأن رجال هذا الجهاز سيظلون يعملون بكل جهد ونكران للذات في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز تحت شعارهم الخالد الله الوطن الملك. وفي الأخير نود أن نغتنم هذه المناسبة الاحتفالية لرجال ونساء الوقاية المدنية لنؤكد لكم أن جميع عناصر هذه الهيئة من ضباط وضباط صف وأعوان إغاثة وأطباء وممرضين وأطر مدنية يجددون ولاءهم وإخلاصهم للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعين الله عز وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كما تابعتم معنا مشاهدي قناة شفت باب، حضور عامل الإقليم وشخصيات مدنية وعسكرية، حضور احتفالات القيادة الإقليمية بقلعة سرغنة في يومها العالمي تخليدا ليومها العالمي. نلقاكم مشاهدينا في مباشر آخر، إلى اللقاء.